إذا كان هو حلف بالطلاق وقال إذا كان لي ما تزوجتش فالمرأة مطلقة، يجب أن يتوقف عن المرأة الأولى، لأن العصمة أصبحت مشكوك فيها في المستقبل. هذه يمين متعلقة بالمستقبل وهي معقودة على حنث، واليمين معقودة على حنث تعلقت بالمستقبل. يجب على الحالف أن يتوقف عما حلف عليه، لأنه أصبح في مهب الريح، أصبح مشكوك هل يتزوج أو لا يتزوج، فقد يتزوج وتكون هي زوجة تبقى هي زوجة، وقد لا يتزوج وتبقى هي مطلقة. لا نعلم نحن الآن هل هو سيتزوج أو لا يتزوج، فالعصمة مشكوك فيها، ولذلك لا يجب أن يتوقف عليه حتى يتزوج.